هي في البداية كان أصلاً حلمة بأنه يكون طبيب، بس في هذه الفترة ما كانش في جامعة كثيرة، يعني يمكن كان في جامعة واحدة، فما حصلتلوش الفرصة إنه يدخل جامعة. فمع الوقت يعني لما كنت في الابتدائية في الإعدادية بدأ الموضوع يتحول من رغبة الأهل إلى يعني رغبتي أنا. اخترت التخصص طبعاً هذا كهواية. أحس أنه من الوضع والصعوبات والظروف، وكمان أنه المعدل أحياناً يحكم والجامعات مختلفة. بالبداية اخترت تخصصي مش عن قناعة، أهلي يعني أقنعوني بهذا التخصص، بس بعدين حبيت التخصص وكملت فيه. كان لا في البال ولا بالحسبان بأنني أدخل هذا التخصص اللي هو تخصص التغذية. دخلته على رغبتي الذاتية وميولي للتخصص، وايضا تخصص جديد. اخترت تخصص التخدير يعني من صغري، وانا احب التخصصات الطبيه واشتي ادخل في المجالات هذه، فاخترت التخصص هذا تحديدا لانه تخصص نادر وتخصص مش موجود بكثره، يعني ظهر مؤخرا. اخترته من ناحيه الحب والميول والشغف والاشياء اللي زي كذا. الصعوبات هي كصعوبات أي طالب يمني يتخرج بدون أي منهج يقوده لاختيار أو نصل للمواهب اللي داخله ليذهب إلى هدف معين. إيجاد البيئة الصحيحة، البيئة المناسبة لدراسة التخصص، لأنه في يعني عدد محدود من الجامعات اللي بدرس الطب بطريقة ممتازة، يعني ما تنحاز إلى أيديولوجيا معينة أو إلى فكر معين، فكنت أحتاج إلى بيئة حرة أن أكون يعني أدرس براحتي. إنه الطالب يحصل صعوبة أول شيء في الترجمة واللغة، وجود صعوبة في بعض المواد وكثرة المواد التي أتعهدتها في وأنا تلميذة في المرحلة الثانوية وما إلى ذلك. إلى الآن ما لاقيتش الحمد لله أي صعوبات، غالبا كانت الصعوبات اللي هي بس ضغط العمل مع الدراسة مع الوقت مع كله، يعني فكان مسألة أنك تنظم وقتك كانت شوية صعبة. الصعوبات التي واجهتني كانت قبل اختيار تخصص الأشعة، وهي تشتت بين التخصصات. اولا تقبل الناس للتخصص، يعني مثلا اول ما تقول لاي شخص انك تدرس تخدير، يعني كذا عندهم انه الشيء هذا تخصص حساس وقاتل ومدري ايش، فكل الناس مركزين على كلام الناس. شوي احبطوني انه انت بنت وكيف راح تكملي بهذا التخصص، وانه هو سنوات طويله، ويعني من هالكلام. طرق المذاكرة هي تختلف من شخص لآخر، بس أنا أحس إنه الطريقة المناسبة كوني إني طالبة علاج طبيعي إنه يكون أي شيء مرتبط نظري لازم نربطه بعملي، لأنه نحن لما نجي ندرس أشياء لما نخرج للشغل يكون أشياء مختلفة تماماً. تختلف من شخص لآخر، في أشخاص عندهم ميلان لطريقة الحفظ، في عندهم ميلان لطريقة الفهم، لكن عندي نفس ما تقول طريقة ونصيحة، لا تقتصر على المواد المقرر الدراسي، وإنما تعمق في البحث والاستطلاع، وأيضا في الجانب العلمي. المواد مترابطة في بعضها، فمثلا البوبراتيف مادة الحشوات، ومعنا مادة ثانية ماتيريال مادة الحشوات، يعني ترابط بينهن. الحشوات بشكل عام، الأوبراتيف على الماتيريال تتكلم عن السن، وفي مادة ثانية تتكلمك عن الأنتومي، يعني ذاكر كل المواد بشكل كتلة واحدة، لا تفرقش بين المواد، يجعل التخصص كلها حاجة واحدة. بالنسبة إلي كانت الطرق تختلف من مادة لمادة، يعني في مواد تتطلب أني أعطيها وقت أكثر، في مواد تتطلب أني أعطيها وقت أقل، وبالنسبة كمان أنه هاي المواد ما فيك تعطيها طريقة دراسة معينة، يعني كل مادة لها طريقة دراسة معينة. كنت تخصص آخر الأسبوع بحكم أن أنا مضغوط في العمل وهكذا، فكنت أجلس آخر الأسبوع أمسك المواد اللي هي متراكمة علي وما إلى ذلك. المادة تفرض على الشخص كيف يذاكرها، مثلا أول ما تحضر محاضرتين أو ثلاث تحس بصعوبة المادة، فلذلك تلزمك أنك تذاكر أكثر أو تنسجم مع الدكتور المرة الثانية وتركز معه، لأنك عارف أنك واجهت صعوبة في المادة. وما فيش طريقة صحيحة، يعني كل إنسان مختلف وفي طرق مختلفة، بس أحسن طريقة اللي ممكن تنفع الناس كلهم إنك تكون
دائما متابع لكل محاضرة، لكل دكتور، لكل مادة من بداية الترم حتى النهاية. انك سواء كنت عندك خلفية في اللغة العربية والإنجليزية بتحصل صعوبة، لأنه لغة الطب هي اللغة اللاتينية، لا تتدخل في العربي ولا في الإنجليزي، يعني هذه من ضمن المشاكل. أول ما يدخل لازم إنه يكون عنده فكرة تمام عن القسم، وإنه لازم ما يتأثرش بالناس اللي حوله أو إنه بالدفع الباقية، لا يسمعوش أي كلام محبط في سنة أولى. سنة أولى أول سنة ستواجهها ستكون صعبة عليك من تغير لكل شيء في حياتك، لا تجعلش اللغة سبب لإحباطك، كن قد هذا المسؤولية التي تتوكل لك في هذا التخصص. قبل أن تدخل التخصص تدخل عن اقتناع، عن حب للتخصص، والأفضل أن يكون لديك اللغة. الطريق بيكون طويل، لأن تكون على قدر المسؤولية، لأن الطب طريقة أطول من حياة إنسان واحد. اطلب المساعدة إذا واجهتك صعوبة على فهم المواد. بالبداية لما تختار التخصص لازم تعرف كل شيء عن الطب من البداية للنهاية، وأنك لازم تعرف انه شو هو الطب، وتدرس كل شيء عن الطب والسنوات الكلينيكيه بالمستشفى، لازم تعرف عنها كل شيء. لا تخافش، بس ذاكر اول باول، لا تخافش، ولو انت منشغل رتب حياتك، رتب امورك، وحاول انك تاخذ كورسات باكبر قدر ممكن، لانه انك توكن بس على موضوع تخصص إن أنا بس بدرس المجال هذا وخلاص، لا، لازم تأخذ كورسات في كافة المجالات، تجمع خبرات، شل من هنا شل من هنا، هذه من أهم الأشياء اللي ممكن تساعدك في الحياة. يعني ممكن أنا أشتغل في مختبرات، أعمل في مختبرات أو تعاقد مع مستشفى، أو أشتغل مندوب لدى شركات توزيع محاليل طبية. الوظائف العمل كله على حسب التخصص الذي ستأخذه أنت بعد ما تخرج، لأن طب الأسنان حسب المفهوم العام لأغلب أبناء الشعب إنه طب أسنان عبارة عن طقوم وحشوات فقط. الطب الأسنان عبارة عن أكثر من تخصص، بريو، لثة، بيدو، أطفال، إندو، فتكون أنت دكتور لأحد التخصصات. دور أخصائي التغذية يركز على تغيير العادات السلبية التي ممكن تحدث في مكان ما. ممكن تكون طبيب عام، ممكن تطور من نفسك وتكون طبيب محاضر، أو تكون متخصص كجراحة، باطنة، أشعة. مجال العمل واسع بالنسبة لطلاب الطب، لأنه في عنده تخصصات باطنية وتخصصات جراحية.